مرحبا أصدقائي الأعزاء، اليوم راح نسوي تكملة السمبوسة. هذا الورق اللي سويناه وخليناه بالمجمدة، اليوم راح نحشيه. هاي الحشوة لحم مثروم وفتيتة ناعمة كلش وبصل أخضر وبزالية، وخليت عليها كاري اسمه كاري مسالة وفلفل أسود وملح وكمون وأنسى أني وهذا هو. وهنا هذه طحين وراح أخلي عليه مي بحيث يصير العجينة اللاصقة اللي تلزق الورق السمبوسة. هسه اخليه لمي وارجع لكم. هذا اصدقائي الكاري ماسالا، يشبه الكركم بس للأمانة هو يعني ما انطى ذاك الطعم مثل البهارات اللي الحب اللي احنا نستعملها، يعني كاري عادي، مو يعني الطعم اللي هنا مو بسببه كركم وفلفل أسود وكاري وملح، يعني هي لقطة الطعام أكثر شيء. وهذا المعجون الطحين والمي سويته يصير مثل الصمغ يلزق السمبوسة. وهاي ورق السمبوسة، وهسه راح أبدي ألفها ونشوف الطريقة. هاي أصدقائي نخليهن على الصبغ ونطويها عليها نلزقها، الجولة لازم تكون مسدودة، ونخلي الحشوة نخلي هواي مكثر. نصير واحدة لاخ هي معلومكم يعرفها، بس هي الحشوة أكثر شي بيها بطاطا وبزالية. وخليت هذا البرتقالي جزرة واحدة، يعني الواحد لازم ياكل خضرة والجزر عادة ما حد يحبه، ف نسوي هالطريقة الخدعة بيه حتى ياكلوا الأولاد. وبعدين أرجع لكم لما نقليها. هاي نخلي من النار صموخ ونلزقها، وبعدين نخلي الحشوة نسوي واحدة لاخ تركته شوية صار صدق صمغ. أكملهم وأرجع لكم. هاي أصدقائي المتابعين بقليهم بالزيت
هاي المجموعة صارت، وبعد أكو مجموعة أخرى أكملها. هسه أطلعها من الزيت وأراويكم شكلها النهائي. هاي أصدقائي خلصت السمبوسك، قليتها، وهاي سويتها تجوع على الزهورة، جت يستوها من المدرسة وتقدم ويا الصلصة والمايونيز. وهسه راح زهورة تجربها، هي غداها بعد، ونشوف القرمشة مالتها. اسمعوا صوت القرمشة الحقيقية. بعد عضيها، مستحية زهورة، الأضواء والشاشة الها رهبة. يلا إن شاء الله عجبتكم هالطريقة وتجربوها إن شاء الله وتاكلوها بألف عافية ومع السلامة. وقبل هاي لا تنسون اللايك والاشتراك والشير مع الأصدقاء حتى تكبر قناتنا بيكم. ومع السلامة.